السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. اليوم حبيت يعني أوضح لكم بعض الأشياء بالنسبة للزيارة العائلية. طبعا فتحوا الزيارة العائلية لليمنيين والسوريين، الحمد لله، كانت موقفة أكثر من سنة والآن تم فتح الزيارة العائلية. قبلوا الطلبات المقدمة في شهر 11، في شهر 8 و9 و10، يعني الأغلب الطلبات قبلوها، والآن قبلوا الطلبات اللي بشهر 11، يمكن مشوا النص، والآن يقبلوا الطلبات الذي من شهر 1. استبشروا خير، الذي يحب يجيب أهله من اليمن يقدم طلب وإن شاء الله يجي الدور. خليكم متفائلين وإن شاء الله يقبل الجميع. وأنبه بعض الأخوة إنه لما يعمل طلب زيارة عائلية ضروري يكون مكان الإقامة نفس مكان الشركة، يعني تصادق زيارة الطلب من نفس المدينة. أنت مثلا في الدمام تصادق من الدمام، ما تكون في الدمام.